بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا في المحاضرة الخاصة بمادة التشريح. طبعا موضوع اليوم هو The Accessory Organs of Digestive System. أكيد نعرف أنه الجهاز الهضمي أيضا إلى ملحقات، وهذه الأعضاء هي مسؤولة عن إنتاج بعض الإنزيمات وأيضا الهرمونات التي تساعد في عمليات الهضم، وأيضا تساعد في عملية تنظيم مستوى الجلوكوز بداخل الجسم. ومن ضمن هذه الأعضاء عندنا الليفر. طبعا الليفر consider the largest internal organs in the body، يكون rich brown in color، أيضا weighing about 1.36 كيلوغرام تقريبا 3 باوند، located inferior to the diaphragm in the right upper quarters of the abdominal cavity and epigastric region. اكيد احنا لو نجي نشوف من الليفر بصوره عامه، contain of four loops which called right and left، اللي يعتبرهن major the loops. هذه هو الانتيريور سيرفيس اللي نقصد به السطح الامامي للليفر، وهذا السطح الامامي يتكون من فصين اللي هو right and left لوز. وايضا عندنا كوادريت اند كوادريت او كوديت ذا لوبز اللي نعتبره المينر لوبز، وهذه تقع وين؟ بالبوستيريور سيرفيس اوف ذا ليفر، اللي هذا اللي هو كوديت لوب، وعندنا الكوادريت لوب اللي هو الفصل اللي الرباعي او نسمونه الفصل المربع. طبعا اكيد احنا لو نجي لي التركيب الموجود ايضا بداخل الليفر من البوستيريور سيرفيس، نلاحظ وجود تركيب يسمى بالبورتة او ببعض الاحيان يسمونها البوابة او الجيت او يسمونها بالهلم او السرة. هذه البورتة lie on the inferior surface of the liver where we can see the various vessels and ducts and nerves enter and exit this liver from these sides. Also the hepatic contain the hepatic portal vein، وعندنا الهيباتيك artery اللي هو نقصد به شريان اللي هو شريان الكبدي، وعندنا ايضا small hepatic nerve plexus اللي هي الضفيرة العصبية that enter the liver through this port. Also contain some of the lymphatic vessels and two hepatic ducts one each four from the right and left. اللي نقصد به hepatic ducts can be exit from this porta in the liver. هنا نشوف هاي الشباب، هي واضحة عندكم السرة تقريبا تقع في الجزء الخلفي من الليفر بمنطقة الكوادريت لوب. من ناحية نشوف ايضا في نفس الوقت وجود القنوات، لهذا ايضا شيء مميز للليفر، وجود الرايت اند ليفت هيباتيك داكتس اللي هي القنوات الكبديه المسؤوله عن نقل ماده الصفراء المنتجه بداخل الكبد الى الجلب بلادر وايضا الى الديودينوم. وبالتالي نشوف ذيس هيباتيك داكت ريسبونسبل فور ترانسبورت ذا بايل اوت ذا ليفر وير وي كان سي ذا رايت اند ليفت هيباتيك داكتس يونت تو فورم سينجل كومون duct which is called hepatic duct. Also we can see the cystic ducts اللي نقصد بها القناة الصفراوية اللي تربط ال hepatic ducts مع القلب بلدر from the gall bladder joint to common hepatic ducts to form the common bile ducts. وبالتالي راح نشوف اتحاد راح يحدث ما بين ال common hepatic ducts وايضا القلب بلادر داكتس، هذه السيستيك داكت نسميها القناة الكيسية، ايضا القلب بلادر داكت نفس التسمية راح تسوي لي فد داكت تتحد مع بعض البعض راح تكون لي البايل داكتس داكتس اتس يونت وذ ذا وات يونت وذ او جوين وذ او جوينز وذ بنكرياتيك داكت تو فورم هيباتو بنكرياتيك امبولة. هذه نقصد بها الهيباتو، شوف هذا الجزء راح يتحد مع القناة اللي نسميها المين او المين بنكرياتيك داكت
وراح نلاحظ تكون لي في التركيب يسمونه بالهيباتو بنكرياتيك امبوله. طبعا هنا الهيباتو بنكرياتيك امبوله سراوندد باي ذا سموث مسل، وهذا اللي نقصد بها السيفانكتر او العصاره او العضلات العاصره. وايضا في نفس الوقت الكمون هيباتيك انسيست داكت نشوفه ايضا تكون محاطه بوجود العصره ايضا، وايضا البنكرياتيك داكت ايضا تكون محاطه بسيفانكتر مسل. طبعا هذه دور السموث مسلز هي شنو او العضلات العصره، هي تسمح بعمليه غلق هذه القنوات وايضا فتحها خلال حاجه الجسم الى البايل صل. وايضا نشوف بالنسبه للفانكشن اوف ذا ليفرز، اكيد انه هناك الكثير من الوظائف اللي يقوم بها الكبد، من ضمنها هي السكريشن اوف ذا بايلز اللي نقصد به شنو انتاج الماده الصفراء، وبالتالي دور الماده الصفراء هي ايمولسيفاي ذا فاتس اند ميك ذا فاتس ووتر سوليبل اند ذن نيسيسري فور ابزوربشن. اذا بمعنى انه دور الماده الصفراء هي عمليه تحليل او تكسير الاواصر ما بين المركبات الدهنيه الداخل الى الجسم، وبالتالي يعمل على استحلاب هذه المركبات الدهنيه وتحويلها الى مركبات ابسط يسهل امتصاصها عن طريق الجسم. ايضا في نفس الوقت اللحظه هو stores of sugars as glycogen، وبالتالي لاحظ انه الكبد يعمل على خزن هذه السكريات على شكل glycogen، وبالتالي اذا احتاج الجسم الى الجلايكوجين راح مباشره converts to the glucose and release into the blood stream when the additional blood sugar is needed. ايضا في نفس الوقت نشوف انه الدور اخر لل الليبر هي stores of the Fe او نقصد بها الحديد على شكل ايونات، وايضا خزن بعض الفيتامينات. ايضا في نفس الوقت produce the heparin which is prevent the blood clotting. ايضا نلاحظ produce the some of proteins such as fibrinogen and prothrombin، وهذا الاثنين هن هي الفايبرينوجين هو يكون soluble in the blood، وايضا البروثرومبين دوره الاساسي هو تحفيز التحفيز او تعمل على تكسير كريات الصفائح الدمويه واثناء حدوث النزيف، وبالتالي ايضا في نفس الوقت راح يحول الفايبرينوجين الذائب الى فايبرينوجين غير ذائب بداخل الدم، وبالتالي تكون خيوط الفايبرينوجين ويمنع عمليه خروج الدم وبالتالي تحدث توقف للنزيف. ايضا في نفس الوقت نشوف انه الليبر الى دور اخر الا وهو انه انتاج الكوليسترول، وبالتالي نشوف الكوليسترول مهم جدا لوظائف الجسم العديدة، من ضمنها هي أيضا يعمل detoxifies for substances for الكحول and pesticides اللي هنا شنو هو معادلة السموم للكحول الداخلية للجسم، وأيضا في نفس الوقت المذيبات الحشرية أيضا أو تسمم بالمذيبات الحشرية في بعض الأحيان، بالتالي هو يعمل على ترسيب هذه السموم بداخل وإخراجها إلى خارج الجسم. أيضا يلعب دور كأنتيبايتيك، وبالتالي تشوفه destroys the bacteria taking into the blood from the intestine. أي بكتيريا داخلة إلى الجسم أو عبرت الاستومك وصلت إلى small intestine، بالتالي نشوف وجود الكوليسترول هنا بداخل الدم راح يعمل على شنو يحمل كأنتيبايتيك، وبالتالي راح يقتل هذه البكتيريا الضارة الداخلة إلى الجسم. لو نجي للميكروسكوبيك anatomy of the liver can see the liver consists of the mostly hepatocytes هي arranging on cylinders which is called hepatic lobules. شوف إذا تلاحظ هذه الصورة شباب، تلاحظ إنه بصورة عامة نشوف أي مقطع نسيجي ناخذه الليفر نلاحظ عبارة عن لوبس، عبارة عن فصوص شكلها شكل سداسي، وبالتالي تكون تراكيبها عبارة عن فصوص أسطوانية الشكل شكلها شكل سداسي، وبالتالي إذا نجي نلاحظ بحدود تقريبا 1 مليم ان دايميتر و 2 مليم ان لونج، وبالتالي ايضا نلاحظ ممتاز بوجود تركيب اخر يسمونه بالسنترال فين ذاتس بريزنت ان ذا سنتر اوف ذا ايتش لوب، وهذا السنترال فين او الوريد المركزي من خلاله تتفرع فروع اخرى اللي هي البرانش هيباتيك بورتال فين. ايضا في نفس الوقت نلاحظ انه الليفر يقسم الى هيكساجون شيبد
structures by the presence of the connective tissue. احنا نلاحظ هذه الاشكال السداسيه تكون منفصله عن بعضها البعض، وبالتالي هذه الاشكال تحتوي على فواصل هي بالاساس عباره عن connective tissue septa. هذه الاشكال اللي واضحه قدامك تكون هي عباره عن connective تشو سبتة، وبالتالي ايضا في نفس الوقت يمتاز كله بوجود تراكيب اخرى يسمونها بالبورتال ترايل. هذا البورتال ترايل او يسمونه بالبوابه الثلاثيه. هذه شباب اذا نكبرها ناخذ اي جزء نكبرها نشوف هذه البوابه الثلاثيه. وبالتالي this trial is named because presents a number of the vessels، ومن ضمنها هي الهيباتيك بورتال فين. هذا هو الهيباتيك بورتال فين اللي هو متفرع بالاساس، يكون ايضا يتصل مباشره مع السنترال فين بواسطه العديد من الفروع اللي هي نسميها بالبرانش هيباتيك بورتال فين. ايضا وجود البورتال ارتري، هذا اللون الاحمر اللي هو يمثل لي الشريان الكبدي اللي مسؤول عن تغذيه الخلايا الكبديه والهيباتسايز موجوده في كل لوب. ايضا وجود التركيب اخر يسمونه بالهيباتيك بايل داكس، هذه الهيباتيك بايل داكس، وهذه تحتوي على كانانيكولي اللي هي القنويات الصغيره المسؤوله عن نقل الماده الصفراء المنتجه بداخل الخلايا الكبديه الى هذه القنوات، وبالتالي هذه القنوات راح تنقلها الى المين داكس اللي اشرنا لها في الشريحه السابقه. وعلى هذا الاساس نشوف انه الليفر بصورة عامة يحتوي، إذا نلخص الكلام كله، يحتوي على بورتال ترايد، وهذه البوابة الثلاثية تحتوي على بورتال أرتري، بورتال فينيولز، واللي هي تحتوي على برانش أو هيباتيك بورتال فينز. وبالتالي هذه دور البرانش هيباتيك فينز، هذه شباب اللي هي اللون الأزرق، هي دورها الأساسي هي عملية الدليفر سبستانسز فروم ذا انتستاين فور processing by the hepatocytes. هنا دورها الأساسي هي راح تسحب كل السبستانسز، كل المواد اللي قادمة من small intestine اللي تحتاج معالجة إلى الهيباتوسايت، وبالتالي راح تحللها أو إنه شنو راح تحللها إلى مركبات أبسط تستفاد منها الجسم. أيضا في نفس الوقت نشوف هذه البايل داكتس اللي أشرنا لها، هي دورها الأساسي حمل البايل سالتس المنتجة بداخل الخلايا الكبدية الى المين بايل داكت، وتنقل الى الديودينوم او السمول انتسان بصوره عامه. اكو تراكيب يسمونها بالليفر سانسويتس او يسمونها بالجيوب الكبدي. هذه شباب شوفوا، هي هذه التفرعات القادمه منين بالسنترال فين، هي يسمونهن بالسانسويتس او جيوب الكبدي، وهذه تكون عباره عن لارج كابلاريز بتوين ذا بليتس اوف ذا هيباتسايت. شوفوا تكون ما بين عبارة عن أوعية دموية كبيرة تقع ما بين الهيباتوسايت. هذه عبارة عن strands of the hepatocytes، هذه عبارة عن شرائط من الخلايا الكبدية اللي تكون على شكل شعاعية شكل. وبالتالي هذه نشوف السنسويد دورها الأساسي هي عملية تصريف الفضلات وطرحها الى خارج الجسم، نقصد بالفضلات اللي موجوده بداخل الهيباتوسايت وتطرح الى خارج الجسم. ايضا في نفس الوقت نلاحظ وجود خلايا يسمونها بالكوفر سيلز او خلايا كوفر. هذه الخلايا الكوفر هذه شباب تكون خلايا كبيره الحجم، وبالتالي بالاساس هي عباره عن ليفر ماكروفيد، وايضا تكون اول سيلز، وايضا هي ريسبونسبل فور engulf of the microorganism and excreted it or exit it out of the hepatic cells. لاحظ ايضا في نفس الوقت انه الخلايا الكبديه راح تنتج البايل سيلز، هذه نقصد بها القنوات الكبديه اللي هي كاناليكولي، هي المسؤوله عن انتاج او نقل البايل سالت المنتج عن طريق الهيباتوسايت، ينقل الى المين داكتس عن طريق شنو البايل كانال الكلي. وبالتالي هذا الكانال الكلي هي عباره عن شيت اوف ذا كانالز بتوين ذا هيباتوسايتس، وبالتالي راح تمر عن طريق سمول بايل داكتس اند انتو ذا رايت اند ليفت هيباتيك داكتس، وبالتالي هذه الرايت اند ليفت هيباتيك ducts will be units or fused to form the main or common
duct, where هذه common duct will be joined with cystic ducts and forming the hepatocystic duct. أو من hepatocystic duct هذه راح مباشرة ترتبط مع البنكرياتيك ducts كما أسلفنا وتصب في الديودنام أو الاثني عشري. هنا عندنا لو نجي إلى جزء اللي هو أي شريط ناقص من هذا الأشرطة اللي هذه على سبيل المثال نكبرها هنا نشوف عبارة عن كورد أوف هيباتوسايت. هذه الخلايا هي خلايا كبدية عبارة عن كيوبويدال إبيثيليال سيلز وذ سنترال نيوكليوس. أيضا هذه تكون على شكل أشرطة ما بين الأشرطة هذه اللي هي عبارة عن راديات فور the vein which is like spike wheel. هذه لاحظ الأشرطة عبارة عن أشبه بالأشواك الموجودة في wheel bicycle هي تكون وتحيط حول central vein. هذا كما أسلفنا عليه. وبالتالي نشوف إنه the space between these hepatocytes أو these strands of hepatocytes هو بالأساس contain of the hepatic أو forming the hepatosensoids أو يسمونها بالجيوب الكبدية. هذه الجيوب الكبدية شباب تحتوي أو line with very thin irregular squamous epithelial tissue. لاحظ أنه وجود في هذه السبيس أو هذه السنسويتس أو سنسويتس هذه وجود خلايا هي بالأساس عبارة عن خلايا حرشفية غير منتظمة شكل تشكل بطانة لهذه الجيوب. تكون بالأساس متكونة من two cells or population cells اللي هي بالأساس extremely thin sparse endothelial cells. تكون خلايا هي خلايا صغيرة الحجم ودقيقة ولكن تكون متناثرة بداخل السنسويد. وأيضا في نفس الوقت هذه نلاحظها تمتاز بوجود خلايا أخرى كبيرة الحجم يسمونها بخلايا كوبر. وهذا الخلايا كوبر اللي قلنا عليها هي عبارة عن ماكروفيج أو ماكروفيج بصورة عامة دور الأساسي engulf the foreign bodies that enter the hepatic canal. الجزء الآخر إخوان هو gall bladder اللي نقصد بها المرارة أو كيس الصفراء. بالأساس كيس الصفراء أيضا يعتبر ملحق بالجهاز الهضمي لكن كتركيب للقلب لدر هي عبارة عن small muscular sac located under the liver and attach it with by connective tissue forming about 8 cm long and 4 cm in wide. طبعا دور الأساسي هي stores and concentrated the bile that receive from the liver. إذن دوره ما لا تلعب دور مهم في عملية أو دور لها في عملية تصنيع الأملاح الصفراء إنما هي تعتبر مخازن لجمع وزيادة تركيز المادة الصفراء قبل انطلاقها إلى الاثني عشري حسب الحاجة. When the bile needed is emulsified for fat fats in digestive tract the gallbladder contracts and push the bile throughout the ducts into the duodenum. طبعا لو نجي لتركيب النسيج مالته نشوفها بالاساس تحتوي على تونكس او طبقات اللي هي 3 تونكس النير ميوكوزا او النير تونيك. هذه نقصد بها الطبقه الداخليه هذه تكون عباره عن ميوكوزا لير او ميوكاس لير وذيس از ذيس ابير اس فولدد. نشوفها على شكل هذه الطبقه الداخليه على شكل طيات وبالتالي هذا الطيات انه تسمح للقلب لدر على في عمليه الاكسبندد ديورينج فول وذ ذا بايل سولت. ايضا في نفس الوقت نلاحظ طبق اخرى هي الصب ميوكوزا او الطبقه تحت المخاطيه موجوده وفي نفس الوقت وجود المسكلارز اللي تشكل هذه الطبقه تشكل الطبقه الاكبر اللي الطبقه العضليه والمسكلار لا This layer عباره عن smooth muscles and allow for the gallbladder for contraction. يعني تحتاج هذه دور الاساسي هي عمليه relaxation and contraction the gallbladder during the exit of the bile salt. ايضا لاحظ الاوتر لاير هي بالاساس عباره عن سيروزه او سيروس كونكتيف تيشو
وعلى هذا الأساس نلاحظ أنه القلب لدر أو القلب لدر أو السيست هي بالأساس لها القدرة على حمل كمية تقريبا 40 إلى 70 مل من البايل سالز. وبالتالي these bile salts can be stored in this gallbladder. And shortly after the male or male, the gallbladder will be contract in response to the stimulation by the cholecystokinin. اللي قلنا هذا الكوليستوكينين هو الهرمون الذي يفرز من الديودينال إجلانت اللي هي الغدد الاثني عشرية والغدد المعوية الموجودة بالاثني عشري هي دور الأساسي تعطيني الجاسترين وتعطيني الكولسيتوكانين. والكولسيتوكانين هذا الهرمون هو المحفز لعملية تقلص والجلب لدر وأيضا عملية انطلاق البالسات from the gallbladder and reach to the duodenal section. نلاحظ ايضا في نفس الوقت الاستيميليشن اللي حصل. بالتالي نلاحظ ايضا هناك lesser degree of response اللي هي يسمونه بالفيجل ستيميليشن. ايضا في نفس الوقت بالاضافه لعمل الساتوكانين هناك عمل اخر اللي هو عمل التحفيز العصبي اللي نقصد به الناتج عن وجود الاعصاب اللي يسمونها بالاعصاب المبهمه الموجوده في الجهاز الهضمي. وبالتالي راح تنطلق شباب الجزء الآخر أيضا من أجزاء الملحقة بالجهاز الهضمي هو البنكرياس. والبنكرياس هو عبارة عن gland organ located behind the stomach in the lower upper quarter of the abdominal cavity and it's contained of the head and body and also tail. إذا نشوف أنه البنكرياس بالأساس هو عبارة عن غدة ملحقة بالجهاز الهضمي تتكون من رأس وأيضا الجسم وأيضا تحتوي على الهيد ويقع في الجزء العلوي من التجويف البطني أو الجزء العلوي الأيسر من التجويف البطني. وبالتالي content of the structures اللي هي بالأساس عبارة عن endocrine and exocrine tissue that's contain for a half or have several function. The head of the pancreas forming C shape and curve on the duodenum. دا نشوف إنه رأس هذا عبارة عن شكل حرف C وبالتالي ينطور بداخل التجويف الكيرفيتشر of the duodenum. وأيضا نلاحظ the tail will be extended to the left side and a touch or touch with سبلين. أيضا في نفس الوقت the main pancreatic ducts run through the out pancreatics and it's responsible joined with the bile ducts. نشوف القنوات الموجودة بداخل البنكرياس هي القنوات الرئيسية يسمونها بالبنكرياتيك ducts وأيضا راح تتفرع هذا البنكرياتيك ducts إلى جزئين اللي هو عندنا اللي يرتبط مع الكومن ducts اللي قادمة من الليبر والقلب لدر ويسوي لي بالهيباتو بنكرياتيك امبولا وايضا عندنا جزء اخر اللي يسمونه بالاكسسري بنكرياتيك دكت هذه عباره عن قناه الله سبحانه وتعالى خلاها قناه اضافيه في حاله انسداد هذه القناه ليستفاد منها الانسان في حاله وجود اي مشاكل بداخل الكومن دكت او الهيباتو بنكرياتيك دكت. هنا نشوف بالنسبه لانتاج البنكرياس وي كان سي ذا بروديوسز ذا بنكرياتيك جويس كونتينينج انزايم to digest the foods. Even these joints can be entered the duodenum throughout pancreatic ducts. Even في نفس الوقت enzymes in the joints responsible or these joints contain of some of enzymes responsible for what? For breakdown the sugars and protein and fats. وأيضا في نفس الوقت نلاحظ إلى دور آخر البنكرياس في إفراز الإنسولين وهذا الإنسولين responsible for regulated the blood glucose وأيضا therefore it's become secreted directly into the blood stream. أيضا نشوف إنه البنكرياس دوره الأساسي قلنا بإنتاج الإنسولين هذا الإنسولين will be regulation of the or regulates the metabolism
or burning of the carbohydrate and converted it to the symbol glucose, and after that enter the bloodstream and uses for produce the energy. نيجي للتركيب النسيجي للبنكرياس. نلاحظ تقريبا 99% of pancreas consist of the small clusters of or SNI اللي هي بالأساس عبارة عن exocrine secreted cells which is responsible for produce enzymes and sodium bicarbonate. وهذا الانزيمز والصوديوم بايكربونات release into the other organs to work. نلاحظ انه كثير من الانزيمات اللي تنفرز عن طريق البنكرياس وايضا بعض المواد اللي هي البايكربونات الصوديوم هذه كمحلية منظمة دورها الأساسي تساهم في عمليات الأيض بداخل الأعضاء المختلفة. ولكن لاحظ تقريبا 1% من مكونات البنكرياس النسيجية هي عبارة عن cells أو clusters of cells اللي نقصد بها endocrine cells هي isolate of Langerhans أو يسمونهن بجزر لانجرهانز. هذه تقريبا شكل جزر لانجرهانز هي 1% من مجموع التراكيب النسيجية الموجودة بداخل البنكرياس. والدور الأساسي هي إنتاج الإنسولين وغلوكاجون. الإنسولين دور الأساسي هو عملية نقل الجلوكوز الموجود بالدم إلى داخل أو إدخال الجلوكوز الموجود بالدم إلى داخل الخلايا، وبالتالي ينظم مستوى السكر في الدم. أيضا في نفس الوقت نلاحظ الجلوكاجون هو دور الأساسي في حالة حصول نقص في مستوى الجلوكوز بالدم وحاجة الخلايا إلى الجلوكوز، راح مباشرة ينفرز الجلوكاجون من البنكرياس وينتقل مباشرة إلى الليفر والأعضاء الأخرى، وبالتالي يعمل على تحويل الجلايكوجين مخزون أو بالكبد إلى جلوكوز حر، وبالتالي ينطلق إلى البلاد ستريم. هذا إن شاء الله راح تأخذنا بالفسجة بشكل أوضح. نشوف إنه الإندوكراين جلانس اللي قلنا شنو اللانجرهانز، وبالتالي هذه قلنا دورها الأساسي إنتاج إنسولين وجلوكاجون، وبالتالي very important for controlling the blood level or levels of nutrients such as glucose and amino acids. أيضا في نفس الوقت الإكزوكراين جلانس هي بالأساس composed of the هي بالأساس compound in the أسنر جلانس، وبالتالي ذيس أسناش تكون بالأساس هي على شكل جريب كلوترز. نشوفها تراكيب عبارة عن شكل تجمعات أشبه بعناقيد عنب. هذه الكلوسترز هي تكون منفصلة أو عن بعضها البعض باي بريزنس أو سيبريتد باي ذا ثين سبت. شوف إنه الوجود هذه الأعشاش أو هذه العناقيد العنب اللي شكلها شكل عناقيد العنب تكون مفصولة عن بعضها البعض بوجود شنو؟ بوجود حواجز ما بينها اللي هي تظهر باللون الأبيض، هي عبارة عن كونكتيف تيشو سبت. وبالتالي ذيس لوبس ويل بي connected by small intercalated ducts onto to the lobule, which is after that joined with interlobular ducts between the loops. And these interlobular ducts will be attached to the main pancreatic ducts, and these main pancreatic ducts will be attached directly to the hepatopancreatic ducts. إذن بمعنى كل هذه اللوبس أو كل هذه الأعشاش أو كل هذه الفصوص على شكل عناقيد العنب راح ترتبط بقنوات داخلية، وهذه القنوات الداخلية ترتبط بقنوات أكبر من عتها، وبالتالي هذه القنوات الكبيرة راح ترتبط بقنوات رئيسية اللي يسمونها بالمين بنكرياتيك دات، راح ترتبط مع الهباتة بنكرياتيك دات، وبالتالي تنقل محتويات هذه الخلايا اللي هي الإكزوكراين جلانس المسؤولة عن إنتاج أيضا مادة صفراء ولكن بكمية قليلة أو أملاح صفراء بكمية قليلة، وبالتالي ترتبط مع الهباتو بنكرياتيك أمبولا وتنقل البايل سالت تو ذا ديودينوم. هذا فيما يخص جزء للإكزوكراين. نشوف أن الخلايا الموجودة بصورة عامة بالبنكرياس تقسم إلى أربعة أنواع، عندنا الألفا والبيتا وعندنا الدلتا وعندنا الإف سيلز. نشوف الالفا اللي هي شكل تقريبا 20% من اللي بريفراري سيلز اند لارج سيلز سيكريتد جلوكاجون. هذه الخلايا اللي شكل تقريبا هذا شوفها جزء اللي هو عباره عن فص شكل تقريبا 20% ودوره الاساسي هي انتاج
الجلوكاجون، وهذا الهرمون هو المسؤول عن عملية تنظيم السكر في الدم من خلال تحفيز أو تحويل الجلوكوجين المخزون بالكبد إلى جلوكوز. أيضا في نفس الوقت نلاحظ بيتا سيلز، واللي تشكل تقريبا 70% من الخلايا الموجودة بال يعني كعمل للبنكرياس، تكون هي عبارة عن small cells responsible for secretion the insulin. هذه تكون على شكل خلايا أو تجمعات الخلايا اللي خلايا بيتا هي تكون موجودة بجزر لينغهانز، ودور الأساسي هي هو إنتاج الإنسولين، والإنسولين معروف بتنظيمه لمستوى الجلوكوز بالدم. أما خلايا الدلتا اللي هذا تكون بهذا الشكل، هذه الخلايا تكون بالأساس شكل تقريبا 5% و responsible for secretion هرمون السوماتوستاتين. هذا أريد من عندكم واجب كتقرير للتشريح. أيضا لاحظ خلايا أخرى اللي هي خلايا الـ F cells، تكون خلايا موجودة على حافة السبتة لكل لوبس. هذه الخلايا responsible for secretion بوليبيبتايد، والبوليبيبتايد معروف في عملية تنظيم إنتاج البروتينات بالداخل، او عمل الدور الاساسي المساهم في انتاج البروتينات. نلاحظ الجزء الاخر اللي ايضا نعتبره ايضا هو ملحق بالجهاز الهضمي، ولكن كوظيفه يكون ايضا وظيفته هي بالاساس وظيفه دفاعيه، الى انه لا يعمل ليس له دور مهم جدا في عمليات تنظيم الايض او عمليات الهضم بداخل الجسم. نلاحظ هو الابندكس، والابندكس انه يقصد عن شنو الفيرفورم، او اللي هي عباره الزاد الدوديه، او بعض الاحيان يسمونه بالاعوار او الكيس العوري. هذه عباره عن سمول ثين فور انش تيوب سيتويتد ادجوين او جوين جانكشن بتوين سمول انتستاين اند لارج انتستاين. اذا هو عباره عن ثين تيوب تقريبا قطرة حجمها 4 إنجات، ويقع في منطقة التقاء أو ارتباط السمول انتستاين اللي هو الإليوم مع السيكم. هنا هذه المنطقة هي منطقة ارتباط الأمعاء الدقيقة مع الأمعاء الغليظة، هنا يكون موضع السيكم. طبعا إذا نجي لتركيبة النسيج التشريحي نشوفه يتكون من 4 طبقات، اللي هي طبقة الميوكوزا، هذه طبقة الميوكوزا، وتكون بالأساس هي عبارة سيمبل كولومنر ابيثيريال سيلز without villi، يعني عبارة عن طبقة واحدة من الخلايا العمودية البسيطة لا تحتوي على الزغابات، ولكن تكون من الأسفل تحتوي على اللامنا بروبريا اللي هي عبارة عن الصفيحة الأساسية، وتحتوي أيضا في داخلها على الانتستينال كريبتس أو يسمونهم بخبايا كريبتس، اللي قلنا دورها الأساسي أنه تمتاز بوجود نوع من البكتيريا النافعة اللي دورها هو إنتاج بعض الفيتامينات اللي بي كومبلكس أند فيتامين كي، وأيضا يمتاز بوجود العديد من الليمفوسايتس اللي هي الخلايا أو الليمفويد تيشو النسيج اللمفاوي. ونشوف أنه لو نجي لتركيبة يحتوي على الكمية عالية جدا من الأنسجة اللمفاوية، وأيضا في نفس الوقت نلاحظ الطبقة العضلية أو الصميوكوزا اللي تحت الميوكوزا ايضا تمتاز بوجود العديد من العقد اللمفاوي. هذا تشوف كثير من انتشار العقد اللمفاوي، وهذا يدل على انه دور الزاده الدوديه هنا هو دور دفاعي بسبب وجود شنو، وجود العقد اللمفاويه المسؤوله عن انتاج خلايا الليمفوسايتس، وتعتبر خلايا الليمفوسايتس هي من الخلايا او كريات الدم البيضاء الدفاعيه الموجوده بداخل الدم. وايضا يحتوي على طبقه عضليه هي المسكولارز لاير، وتكون بجزئين، هو النير تكون سيركولار، وعندنا الاوتر تكون عباره عن لونجيتودينال مصل لاير، والطبقه الاخيره هي طبقه شباب. هناك بعد بعض الامراض اللي لها علاقه بالاكسسوري اورجانز، وهذه الامراض هي تكون مهمه جدا، احنا راح نتطرق لها حتى تكون عندك معلومه بسيطه عن هذه الامراض. من ضمن هذه الامراض هي حاله السيروسيس او تليف او تشمع الكبد، وبالتالي هي عباره عن ديث اوف هيباتوسايتس اند ريبليسمنت باي ذا كونكتيف تيشو، هي موت الخلايا الكبدية واستبدالها بنسيج هو عبارة عن نسيج رابط كثيف. وبالتالي نشوف اللون الخلايا من ريدش براون يتحول الكبد إلى بيل كولر due to presence excess white of connective tissue.
وايضا في نفس الوقت نشوف الكبد راح يكون عباره عن حمار on service become nodules اللي راح نكون صلاده بالكبد، وايضا وجود العقد او بعض العقد الموجوده او الندبات موجوده على سطح الكبد، وبالتالي الهيباتوسايت will be eliminated their function and after that lose of the liver function، وايضا ينتج عنه حاله طبعا حاله الجندس او الصفار. طبعا هذا الجندس او الصفار يحدث نتيجه شنو؟ build up of the connective tissue and impede of blood flow through the liver. وعلى هذا الاساس نشوف انه حاله انه وجود الكونكتد شو راح ياثر او راح يسد القنوات وايضا يسد الاوعيه الدمويه الموجوده المغذيه للخلايا الكبديه، وبالتالي نشوف انه الكبد راح يكون بشكل صلد وشاحب اللون ويشبه عمليه او اشبه شكله يشبه شكل الشمع. وايضا في نفس الوقت نشوف العوامل المسببه لحاله تشمع الكبد كثيره، من ضمنها هي الكحوليك اللي هم شنو المدمنين على الكحول او تناول الكحول بافراط، وايضا اللي هي البايلاري ابستراكشن او انسداد القنوات الصفراويه نتيجه لوجود حصى بحصى المراره او وجود حصى بداخل القنوات الكبديه او التهاب الكبد، كان يكون التهاب الكبد البكتيري او التهاب الكبد الفيروسي، وايضا نيوتريشنال ديفشنسيز، وايضا حتى التغذيه او سوء التغذيه او نقص بعض العناصر الغذائيه الموجوده اللي مهمه للجسم قد تسبب حاله تشمع الكبد. بالنسبه للحاله المرضيه الاخرى هي او شاع طبعا هي حصى المراره او الجل او الجلستون. هذا الجلستون شباب due to cholesterol is secreted by the liver will be recepted inside the gallbladder and produce the gallstone. اذا بالاساس حصى المراره هي عباره عن كوليسترول، وهذا الكوليسترول اللي قلنا ينتج بداخل الكبد ربما ينتقل عن طريق القناة الكبدية ويصل إلى القلب لدر، وبالتالي راح يتجمع ويسوي شكلنا الحصى بداخل المرارة. وعلى هذا الأساس we can see أو maybe this gallstone أو gallstone maybe pass through out the gallbladder and enter the cyst duct، وينتج عنا شنو هو obstruction أو blocking the bile داكس، وبالتالي يمنع نقل المادة الصفراء من الكيس الصفراء إلى الديودينوم. وعلى هذا الأساس نشوف interfere with the normal digestion، نشوف مشاكل عندنا شنو مشاكل عندنا في دائما اللي يعانون من وجود حصل مرارة هو مشاكل بعمليات الهضم، وأيضا في نفس الوقت هذه الحالة قد تحتاج إلى تدخل جراحي وبالتالي remove surgically or the gallstone move enough down and maybe enter the ducts and therefore it maybe can block the pancreatic then انتقل الى مسافات ابعد قد يتداخل مع القناة البنكرياسية وبالتالي ينتج عنا حالة هي